شيء يا فم وما سماري كانك تسوق بالرقاري ضغطة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برشي يا فم وما سماري كانك تسوق بالرقاري ضغطة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري أمبيونس ديما مهبولة شيلة بلا شلة ملمومة علي 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 صوت كلها هوني ثقافوت كيشاب قتل عنكبوت جوجل سيسمي بالنور يقود ولا حساب تحت تود كل سؤال جواب بوم سوجر برانشي يا فم وما سماري كانك تسوق برا قاري ضغطة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برانشي يا فم وما سماري كانك تسوق برا قاري ضغطة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري مرحبا بكم مستمعينا هذه ساعتنا الثانية في راسين كاري شكرا لوفائكم لينا هذه الجروب نتاع اليوم في فورم تبارك الله عليهم نحب نشكرك نحب نشكرك على اختيارك الغناية لديت بياف لفول لفول ونهديها الروح لزميلتي السابقة محامية سابقة وقاضية اللي توفيت اليوم الله يرحمها سونيا العريضة الله يرحمها ونحب نوجه دعوة لوزارة العدل ومجلس أعلى القضاء والهيئة الوطنية للمحامين ونقول لهم راو المحاكم مناطق موبوء راك انت باش تخرج تمشي تخرج نسخة من حكم ولا تنشر قضية ولا تسترجع مؤيدات راو 80 واحد في 300 مربع وراو هذا سبب دا يلزم راو السلك والإطار للقضائي في تونس ما هين على دولة ولو ما فهمتش يلزم نلقاو حل باش وباء الكورونا يقف المحاكم التونسية. شكرا أنس ربي يرحمها القاضية. نحب نقول كما استنستوا معانا ستوريات عبسة ترع ميمو كل يوم تابعوه معانا الستة متاع العشية من الاثنين للجمعة في أوريجينال يفام الكونسبت الجديد 100% ديجيتال متاع يفام ستوريات عبسة ترع على الباج فيسبوك راديو يفام وعلى اليوتيوب وعلى السيت يفام.تن اليوم عبسة ترع يحكي لنا على الكاتدرائية تميز تونس العاصمة شارع الحبيب بورقيبة اسمه عبسة ترع لأنه كله حكم يلا وين عبستار؟ عبستار يرتاح اليوم توحشتو ولا توحشت الجاتو اللي يجيبو؟ اسمو عبستار اسمو خاطر الديجيتال هذا مش معناه انا نحب نقول حاجة انه ساعات برشا حاجات يقعدوا على الفيسبوك يعني العباد وياخذوا لي في بول دوني جاكي مش تخمم فيها انت جميلة لكن عندي حكاية شفتها ولا انا تأكدت بوت أكدت على خاطر معناها من مصادر أنه إشاعة اللي هي حكاية الراجل اللي مشى وخذى زوز حكوكتن وكلاهم والناس عملت عليهم مش موجود يعني حاجة مش موجود مش موجود مش موجود مش مصورة ذيك لا مش موجود شيء الحكاية ما نعرفش بها أنه له للمحكمة وعملوا له زيادة الحكم ماهيش موجودة وزوز حكوكتون يعني كم كوا راجل جاع في وسط كون سيرفاس حل حكوكتون زوز وكلاهم كيف ما ينجم ياكل حاجات أسهل هو فما خبز فما غلة فما خضرة على ذاك هي ماهيش ياسر صحيحة لا تنجم تكون صحيحة خاطر مرة غلطة هي شو أي ما مرة في تقول لك غلطة تقول لك تأكدت اللي هي غلطة لا يتأكد ما قلتلكش صحيحة ولا غلطة أنت أدرى ما نعرفش الحكاية مرة حضرت في قضية فما مواطن علاش تحاكم معناتها جاي قدام المحكمة وأنا سفاحة ولا زوج تفاحات باكو بسكويت هو قاضي معناتها قضاء ب 83 دينار من مساحة تجارية ويبدو أنه باكو بسكويت حطوا فيه مكتوب كبوت ولا حاجة وتعدى ونسيه دونك تحال على المحكمة تصور أنت وكل الربثة هذيك كمتهم من أجل باكو بسكويت بدينار ألورك هو قاضي ب 83 مليون اللي الأمور كانت يمكن تتحل بصفة ودية معناتها نقول لك كي فولا نف فولا بف أنا نتصور انا فهمت غلطه نجم تكون راني حطيتها ونسيت وهذيك عليهم انا هي اكثر بلاد صرفوا فيها السياح فلوس عام 2018 فرنسا ايطاليا اسبانيا لا مش اسبانيا وصلت ايرادات القطاع السياحي العالمي الاجماليه عام 2018 أكثر من 1 تريليون و700 مليون دولار تطورت الإيرادات اللي تجي من السياح الدوليين بنسبة أسرع من النمو الاقتصادي العالمي جات البلاد هذه في ترتيب البلدان السياحية حسب الفلوس اللي صرفوها السياح غادي واللي هو أنانديس مهم في السياحة لأنه مش كهو تجيب سائح عدد السياح 400 أورو في الجمعة المهم
شنو يسر في الساحل؟ يعبي دابو زمام. احنا كي كنا نجيو نسويو المغرب، المغرب تعمل مرتين قدنا سياح، نعملوا مرتين قدها سياح، وهي تعمل مرتين قدنا. شكون الدولة؟ هي أول دولة من حيث عدد سياح هي فرنسا. لا في عدد سياح. ياما يمكن إيرادات أمريكا، يمكن العباد تصرف. هي الولايات المتحدة الأمريكية. وصل إجمال الإنفاق السياحي فيها في الولايات المتحدة أكثر من 214 مليار دولار عام 2018، وجات إسبانيا في المرتبة الثانية بإجمالي 74 مليار دولار، فرنسا الثالثة ب 67 مليار دولار، تايلاندا الرابعة ب 63 مليار دولار. يصرفوا في تايلاندا برشا ناس مشاو عدوا يعملوا وياج دوناس تايلاند، يروحوا ميكونيسابل. وبريطانيا الخامسة ب 52 مليار دولار، ميكونيسابل من ناحية برشا نواحي. بالحق يلا إيناس مشيت تايلاند بالحق. فوكيت. انت تابعة 63 مليار هذو الروسيت مزيانة. قداش صرفت؟ صرفت قداش تكلف الفواياج؟ والله ما نعرفش ان فيت، مشيت مع اهداهولك. اهداهولي اي سي بيان. مازال فما ناس يهديو فواياج. اسمع سامحني، البول ام ولا الاخت هذو ولا الاخ؟ ايناس ذكرتني في عندنا صديقة قالت والله سافرت انا بون خلصت فواياج شوية، ماما كملت لي خلصت انا 600 وماما 3 ملايين. لا ما كنتش نعرف ان لانفوت رفيقي داخل برشا فلوس بعد. لا لا مش بشرط هي من لانفوت رفيق، اذا انت عندك اكتيفيتي واحده فما برشا ناس عندهم بوكو داكتيفيتي. لازمك تاخذ هذا بعين الاعتبار. ايناس يا فما فوت رفيق. اي اف ام انفوت رفيق. مسيكم بالخير ومرحبا بكم من جديد على يافين. في تونس الحركة مازالت رزينة في خشونس الجنوبية من لوتوروت 1 نيفو دي بوزفيل، فما ضغط على الاخ 33 نيفو راتس فوغي في اتجاه حي بلدوتش. الحركة معطلة في شارع فرحات حشيد مجرين سيدي رزيق للي جاي من سيدي رزيق. الحركة رزينة على طريق الوطنية عدد واحد في بن عروس نيفو المحكمة، فما ضغط كبير على الاخ 33 نيفو بير القصعة ويتواصل حتى للمروج. وفي المروج زاد الحركة معطلة نيفو الباركور دو سونتي. عليك زو فما اكتظاظ للي جاي من حي الخضرة في اتجاه المنزه، فما تعطيل في شارع الحبيب بورقيبة نيفو ستاد المنزه. عليك زفان ضغط مازال نيفو حدائق المنزه في اتجاه حي رفاها. الحركه مازالت معطله في شارع محمد صالح بالحاج نيفو حي التعمير في اتجاه رون بوان ليسكال. في لاك دو فما تعطيل نيفو سفارة امريكيا. كيف كيف على جي بي 10 الحركه معطله نيفو سبيتار المونجيسلي، سينو الحركه عاديه في بقيه الولايات. نشكروا كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فيما في ترافيك، واللي عنده معلومات هام الكياس ينجم يكلمنا على 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعه. سيسوا روحكم في الكياس وطريق سليمة للناس الكل. حبيتونا في الياغورت، حبيتونا في الحليب، حبيتونا في جوج بنات، وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة اليوم نودوكم بمانة. أوديليس المال جديد متاع ديليس، يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة. ما ديليس صفي بدنك. كل سبت كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل. انا ما درت رابر و اي اف ام ورد، ما زرت الصغير ما كبرت، وقت اللي انا مبوج يقول لي انت شدرت. كوكي وقال لي مرت صرت اي ام جي انها صرت صرت جرماك، خلي الناس الكل تفهم اللي انت جرماك. باك باك get ready to attack with a click clack rapper chicka 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 chack slam dunk everywhere to my shack. هذي رابر Sweet rap, old school with rap, and we don't stop. Cookie girl, I get him up, hit him up, beat him up. Rap or a cinema, cinema, cinema. برنامج الراب الأول في تونس رابور. تصور نهار وانت عند العطار تلقى كعبتين تناب يحيروك كيما فيلم ماتريكس، دبوستين وكل وحده وجوها. وحده موف تهزك الموندو فيه غرامك اللي تحبه، وحده صفرة تهزك العالم فيه غرام اللي تشيخ عليه. نحكي لك على ليديسيون ليميتي الجديده متاع دناب، كل وحده تنسيك في اختها. يا بنت التوت والرمان واللاساي، يا بنت الاناناس ولي فروي دو لا باسيون. وكان قالوا لك اختار، جاوب ناخذهم الزوز. دانب إديسيون ليميتي حفلها بغرامك. الأكيد أنه الناس الكل يخموا على مستقبلهم ومستقبل صغارهم، وماذا بيهم يخزروا الغدوة وهما مرتاحين، أما قليل منهم اللي يحسبها بالصحيح. أسيغونس كارت في سهلها عليك، وبعقود الادخار تخليك تحافظ على مدخولك في الغدخات وعلى قراية أولادك الجامعية ومستقبلهم المهني. تهنيك
والأهم من هذا الكل أسيغانس كارت في تعطيك الفرصة باش تدخر وتستثمر فلوسك بكل أمان وبضمان أعلى نسبة للمردودية مع الامتيازات الجبائية الهامة. مش هذا برك، إذا صار لك ظرف طارئ أسيغانس كارت في تقف معاك، وهي الوحيدة اللي تمكنك من سحب نسبة المدخرات اللي تضمنها لك شروط العقد حتى في عامك الأول من الادخار. مع برامج الادخار متاع أسيغانس كارت في احسبها بصحيح. لمزيد المعلومات اطلبونا على 71-184-073 ولا زوروا موقعنا carte.tn. بكل يوم قلت لي صح الحجامة؟ يا أخي كل يوم هو مرة برق قلوها صح الحجامة. أو يا غردي ليس كل يوم يقول لي يعطيك صحة. على خاطر بالحق يا غردي ليس يعطينا الصحة كله، كل يوم يعطينا كمية من الكالسيوم والبروتيين والفيتامينات اللازمين لتوازن الغذائي متاعنا، البدن يولي قوي يقاوم كل شيء. يا غردي ليس يعطيك الصحة. يفهم العشرة متاع الليل، شارك معنا في كلام في الليل. رغم انه الشرك بالله حرام شرعا، هذا ما يمنعش برشا ناس تمشي بانتظام للعرافات. فما حالات مستعصية ما نجمش يكون فيها علاج، العلاقة بين لحمة والكنة، وقلنا عادة اللي ياخو اصبع اخذ اليد. عبر واعطينا رايك على 58-550-706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. ياغورت ديليس وفوي تركيبة رطبة وخفيفة حضرناه وأبن غلة زدناه باش مع كل مغرفة تذوق أبن ياغورت ومعاه بنة الغلة. ديليس وفوي بنتها بغلتها. يفهم أحلى ضحكة. والله يما أول مرة والله علشان آخر من يعلم. ثم حاجات ما تتحكيش. لو سمحني هنا تغلط خاطر الأم حفظت أسرار بنتها نورمال مو أسرارك كل عندي أنا. أيحكي لي فيش هو نورمال لايت معناه أبيض ما والله جيت نجرب حصلت وحبيت نبطل ما نجمتش. وش قام تبطل؟ قالك البنات في جورتهم اللي في الليسي وتتحب تبطل معناه مكش مغشة سارة دشتش وقت لازمها تكون إسبري راهي ما تنجم تكون كان إسبري. وين نهار كل من قهوة القهوة من تركينة لتركينة متخبية. لا 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 طوى من هنا فساعدا نجم تجيبه للدقر. اسمع دشت طيب لنا قهوة وماشي شعول خلنا نكشو. من الخمسة للسبعة يفان غاسين كاري سيني بالنور. رجعنا في راسين كاري نكمل أسئلتي. شنو هي الرقم القياسي اللي يشتهر به فيليكس باومارتنر؟ باومارتنر فيليكس باومارتنر باومارتنر هو أول شخص ما تقوليش اللي نقز من الفضاء من 10 كيلومتر هذاك ولا واش عمل؟ واش عمل؟ اللي نقز خذي سيلفي مو هذاك اللي عداه ديريكت وقتها العالم الكل تفرج فيه رمي روحه من الفضاء. عمل إنجاز اللي هو أكثر إنسان في أرض مرتفع معناتها قفز من مرتفع إسكالادة. لا أنت قريب ناس مش هذا جواب. وصل الفضاء ليه؟ لا باهي مش هو ملانا غالط واحد اخر فيليكس نعيزو لو تعرف خاطر اسمه فيليكس تفكر اسمه فيليكس هذاك هو رائد فضاء باهي وباراشوتيست ما هو اي شعمل الانجاز كوا هبط بلاش باراشوت لا ماكليش عمل برشا ارقام قياسيه لكن شهرته الكبيره بسبب الرقم القياسي اللي وصل له في 14 اكتوبر 2012 واللي هو شو تقولي هذاك وينو ما نعرفش ما تعرف اخيرا قال تفكر لا اما نفهم سي فرستراسيون خاطر وصلت تقريبا ما نعرفش هو اقرب واحد انا ينقز من الفوق من عالي والى تخافي ما تحيه ما حلش الباراشوت البارح انا في التورناج كسر حاجز الصوت هاي ما بتبيع كسر حاجز الصوت هو شنو معناه اول 1300 اول شخص يكسر حاجز الصوت برافو برافو انس برافو
علاش تفكرها ديريكت تسهر. انا قلت لي انت قيصريه مستعصيه قريب اي فوالا اقرب واحد هو اول شخص يكسر حاجز الصوت في السقوط الحر. سقوط الحر يعتبروه الناس اهم حدث تاريخي متلفز يقوم به رائد الفضاء النمساوي فيليكس مونغارتنر، وين سجل اعلى قفزه في التاريخ من حدود الفضاء على ارتفاع 39 كيلومتر من طبقه استراتوسفير. انا ديما خذيت الدفاع اللي كنت من رمضان باش تدافع على انس. اش قلت انت؟ لا انت خذت تو سيد لومني دون جون موفيز بيست. انا؟ لا انا قعدت نلوج معاه مقاومات الاجوبه الكل. الاجوبة لا. ليه انت يا ساتر ما قلت له لا الحقيقه عرقلت شويه عرقلت قالت شخص اخر اخذ فيليكس لين جميله نطقت قالت اخيرا قالها اكزاكتومون فما حبت ترجع الامور المجانيه ولكن انت تواصلت سامحني اول مره مثال شيء لا قدره انت تواصلت تواصلت في النقيض في قمعه فما شخص اخر نقز من 40 كيلومتر سي سي تي لو كون سي اي فهمنا تو اوكي هذاك سي بون تو سي بون تو حتى ابراهيم حبيت على على سرعه التيحه سينو شي جينا ميساج من كندا تو البس فيليكس بدله فضائيه واقيه وصلت سرعته الاجماليه لا لا كان يحب ما يلبسش مل وقت القفز ال 1342 كيلومتر في الساعه اكثر من الطياره لا 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 مش خطا اي يعني شو اسمه انه لك بالمرصاد اي بيه شو اسمه السرعه ذيك عندها اسم لا معلش شكون يعرف تخطى سرعه تخطى سرعه الصوت ايش اسمه عندها اسم سرعه الصوت خلينا نتحداك انا هاوك بلي لا ما قلت لكش قلت لك ما نعرفش اسم معروف برشا وتستعمله انت سامي انا انت تستعمله كل مرتين في الجامعه في التورناج لا في دارك دارك حاجه وانت زاد ابراهيم تستعمله انتم نتاع غازاج نتاع غازاج صحيح اي اي صحيح نتاع غازاج شو اسمه دونك بيك تيربو لا حاجه كيما هكا تتفرج تيربو ديزل ماكش بعيد ماكش بعيد ابراهيم تيربو لا مال ماك لو ماك 1 لو ماك 1 هو سرعه الصوت ودوبل سرعة الصوت هو الماك 2 دونك ينقيسوا فما واحدة قياس هي الماك وهي تعادل سرعة الصوت معناتها ماك 2 مرتين في سرعة الصوت شكرا أنا البارح أنا في التورناج عرضني التاكسي هبط سبيسيالمون وسلم عليه وكل قال لي بربي نحب نعرف حاجة وماذا بيا تقولها لي بالحق قلت له باهي قل لي قال لي يا أخي أنس بن مالك يفاسكي ولا ذيك هي معلومات قول له ذيك فرحت فاسكي مش وين جيتي وانا وفي لشخصيتي انت ماذا بيك رك قلت له يفاسكي قلت له يفاسكي وانا قول شكون يشبه لي في سمعتك في البلاد لا لا قلت له قلت له انس راه بالحق يعني عنده ثقافه كبيره يتوسع انا عندي اسمع فان بيك هذا الراجل بابا سالني قال لي محليه جوكم نسمع فيكم ديما محليه جوكم برمش نسالك قال لي انس ما يتغشش على سامي قلت له لا قال لي سيغ والله يسد كثروا عليه تبركل عليه هو اما يسد كثروا عليه لا لا احنا ما كثرش عليه وتوكا ساعات كنحسوا احنا كثرنا عليه نعملوا فران كمان وصل انا زوجتي انا سبيسياليست وفي الكوم تو وفي الفورماسيونات وقعدت تقول لي راهو تقول لي انا نقولها نفدلك عليه تقول لي اغزر كان ضحك راهي تضحك وكان ما ضحكش راهي ماهيش فدلك تحية لزوجة سامي اه وي سي فري هو سي فري باهي اول انسان يكسر حاجز الصوت في القفز المظلي وصل لي للارض بامان بعد خمسة دقائق وهبط في بقعه اخرى واحده نيو مكسيكو تكسر حاجز الصوت المراك تعيط لا سامحني جميله غالطه سرعه الضوء الصوت والضوء زوز يلا انا نعتبرها من احلى الاصوات في تاريخ تونس هي شبيله راشد اسمعوها في المومون التونسي هذايا ونرجع لكم بعد اي اف ام غدوه السبع نتاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من العشرة لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماكد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك من نص النهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع استخدام الحوارات الحصرية والتوندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري من ماضي ساعتين المطلثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو من مطلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا محمد سليمة طارق العصادي خالد المولهي وأسامة السلامي
الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور. من 7 ل 8 متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو طرب. كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس رابور. EFM أحلى راديو. EFM غدوة السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي. من 10 لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماك دو ويكاند افيك سوني كيب دو شوك. من نص النهار الماضي ساعتين عندكم موعد ماستر تايم، الحوارات الحصرية والتوندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري. من ماضي ساعتين المثلاثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو. من مطلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا، محمد سليمة، طارق العصادي، خالد المولهي وأسامة السلامي. الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور. من 7 ل 8 متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو طرب. كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس رابور. EFM أحلى راديو. EFM غدوة السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي. من 10 لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماك دو ويكاند افيك سوني كيب دو شوك. من نص النهار الماضي ساعتين عندكم موعد ماستر تايم، الحوارات الحصرية والتوندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري. من ماضي ساعتين المثلاثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو. من مطلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا، محمد سليمة، طارق العصادي، خالد المولهي وأسامة السلامي. الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور. من 7 ل 8 متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو طرب. كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس رابور. EFM أحلى راديو. EFM غدوة السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي. من 10 لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماك دو ويكاند افيك سوني كيب دو شوك. من نص النهار الماضي ساعتين عندكم موعد ماستر تايم، الحوارات الحصرية والتوندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري. من ماضي ساعتين المثلاثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو. من مطلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا، محمد سليمة، طارق العصادي، خالد المولهي وأسامة السلامي. الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور. من 7 ل 8 متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو طرب. كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس رابور. EFM أحلى راديو. EFM غدوة السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي. من 10 لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماك دو ويكاند افيك سوني كيب دو شوك. من نص النهار الماضي ساعتين عندكم موعد ماستر تايم، الحوارات الحصرية والتوندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري. من ماضي ساعتين المثلثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو. من مطلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا، محمد سليمة، طارق العصادي، خالد المولهي وأسامة السلامي. الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور. من 7 ل 8 متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو طرب. كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس رابور. EFM أحلى راديو. EFM غدوة السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي.
من 10 لنص النهار خول الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماك دو ويكاند افيك سوني كيب دو شوك. من نص نهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستار تايم، الحوارات الحصرية والتوندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري. من ماضي ساعتين المثلاثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو. من مثلاثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا، محمد سليمة، طارق العصادي، خالد لم... كانت هذه شوبيلة راشد رجعنا في راسين كاري، هي من أحلى من غنى تونسي ارحمها. عندي سؤال لكم تاريخي، شكون الرئيس الأمريكي؟ مش أنا أتكلم، أنا أتكلم، أنا ما نشوش سيدي سامي تسأل الأسئلة أنت. شكون الرئيس الأمريكي اللي رجع يخدم في الزراعة بعد ما كمل الرئاسية؟ ما هوش ترامب؟ كارتر. ترامب أزالي خامم خاطر كارتر. بوش. بوش. لا. كلينتون. مزارع حية. لا. واشنطن. هو جورج واشنطن. فلاح. علاش فلاح؟ خاطرو فلاح، خاطرو يحب كلمة. ايوا كمل كمل مزيان الغنايه. غازي الغرايري مش هوني. غازي الغرايري. تحية لغازي الغرايري. فما يصدقش ما صدقش. جورج واشنطن هو الرئيس الأمريكي الأول اللي كان عنده حب كبير للزراعة، وخاصة بمزرعته الموجودة في فيرجينيا في 1783. وبعد ما ربح في حرب الاستقلال كان جورج واشنطن يتمنى أنه يكمل بقية حياته كمزارع. أما في عام 1789 وبعد شوية تردد وتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم أن كان جورج واشنطن رئيس البلاد ما كان ديما يخمم في الزراعة، وجاء في واحدة من رسائله لتوماس جيفرسون عام 1795 كيفية استخدام الحنطة السوداء كسماد. وبعد التقاعد من الرئاسة رجع لمزرعته باش يخدم فيها. في 1799 توفي وهو يعمل في دورة في مزرعته بعاصفة ثلجية، وهذا بعد فترة من المرض. ها مخرجوا في الصقعة مسكين هكا هو وقت الوقت ذاك ساعته حضرت ساعته مغروم هكا هو ان توكا ساعته حضرت. فما شكون منكم يحب يعمل مهنة أخرى في التقاعد مثلا؟ أي أنا ريستوراسيون أون ليني. لا 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 فيزيتي ما باج و لا 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 نحب نعمل غيستورون. شنو كيل سبيسياليتي؟ شكشوكه وملوخيه ولا لا 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 على كارت. على كارت. فرح سؤال مش لينا سيدي. عندها شوكولا عادي قعدت عندي برشا باش نحب نولي مذيعه كي نكبر. ابراهيم بو بتقاعد مش بعيد، اما نحب بوكينيست. بوكينيست اونيت مون نحب بوكينيست. سي بيان سا. معناها بوكينيست ولا لا ليميت نعمل كيوسك نبيع لي جورنو ولي ليفر. شبيك انا ما قلتليش سي بيان سا. سي بيان زعما هذيك التغذية. لا باش نرجع لك تغذية زاد تغذية. اقعد كل كتب مالا. هو زعما كي قال له بوكينيست زعما حاجة لا لا قال له وي سي بيان سا سي فريمون سي بيان سي مانيفيك. انا كي قلت له غيستوغون قال لي يا لاكارت وتعطي لي علاقتي بالليبر انا قلت لا لا مش هذا سيت ان ميتيي كي ديسباغي ويفو لو لازم الواحد يرجع يحييه. ديجا حكينا عليه المره الاخرى اللي في ريد شارد دو جول. انا كارت جميله شنو سبيساليتي؟ لا لا سايك تغششت تعدي الانس. عندي انا حاجه تقبلها تبدل كذا على بعد مش كنيزه كثرنا عليه زعما تقول لا لا مازال مازال يقبل كان الحك راهو سبع سينو راهو كيما قال ما تعرفوش طاقه التحمل نتاعو. قولوا لا بالحق الناس كي تكبر ايش تحب. انا نحب نمشي للقهوه الصباح نهبط كابيسا وناخذ جريت الصباح ونقرا ونقعد مع الانتريتيا اللي كيفي ونحلوا صفحه الوفيات وقولوا هذا تفكروا وقت ممكن يخدم كيما هكا كيما الانتريتي. لا 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 مش الانتريتي الكل. فما اون في ابخي لا ابخي لا روتريت. فما برشا ناس تري جون لا روتريت. اه وي 60 ans سي ريان. لا احنا اكثر
65 انت تنجم تمشي حتى 70 حتى سنه معناتها محاميه 70 سنه تنجم تخدم معناتها تنجم بعد زاده ولا وتنجم حتى من بعد ديما نتصور هكا نتصور مانيش باش نخف كان معناتها كان ممنعت من الكورونا ومن استاج تنين اللي من بعدها واستاج ليه ما عندكش هوايه هكا عندي انا ماذا بيا نرجع نكتب في الفن ماذا بيا نرجع نكتب مثلا هكا حكايه نتاع فيلم في مخي نكتبها حكايه مسرحيه نحب هكا معناتها تري بيان توا وقت صلاه العشاء في مدينه تونس ايوه سبيان جا في مخي قصه فيلم جميله فيها انت بطله بارك الله فيك شكرا. والله جميله تصورك اخراج ابراهيم الطيب كان حب والبطوله الرجاليه تنقول لكم في الاوف شكو علاش في الاوف انا نحب نقول حاجه على الاستاتيو فيسبوك ساعات يضحكوا قلت 2020 قال فما واحد قال نعشكم مولاها من الناس بارتاجيوه قال لك نعشكم فاش نقول لكم اما يظهر لي حتى شتاء ماهوش موجود 2020 يعني مفقود ما فهم ما فهمش ربي وصلنا بالسالم كلمتني جميله قالت لي بربي شوف لي جبعه في قلبي هاي سخانه قالت نحب نصيف مصيف والله طلعوا لسوي امراه قديش عندها جمعه ممكن ريت الناس يعوموا في في شط المرسى يعني حتى انا شفت تو نشوف فيهم في المرسى يعوموا شكون ثاني اكثر بلاد في العالم عندها اقمار صناعيه بعد الولايات المتحده الامريكيه الصين هي الصين الصين يوصل عدد الاقمار الصناعيه في الفضاء لاكثر من 13000 قمر اصطناعي عدد الاقمار الصناعيه منهم اللي مازالت تخدم وفعاله 3500 تجي الولايات المتحده الاولى اللي تخدم 568 قمر بنسبة 41% من الأقمار الصناعية في الفضاء تجي بعدها الصين ب 177 قمر وبعد تجي روسيا 133 الرابعة اليابان 56 والخامسة بريطانيا ب 42 قمر اصطناعي يخدم لليوم في شنو في التجسس تونس بقمر اصطناعي قمرين على عندنا قمرين بعد تقولوا علاش ما عندناش فرح فرح بعد تقولوا علاش ما عندناش سامي كاس الزوال تو فيه السين الجواب من غير ما يشعر يغزو يجيك لك انت يجيك لك انت طبعا كان الاجابه نلقاها به علاش عامل وثائقي اسمه هولد اب ضجه كبيره الايامات هذه متعلقة بالانتخابات في أمريكا؟ لا لا هولد أب هولد أب سرقة معناتها قول لك هولد أب فما صديق بعث لي على هذول ميساج فيه هذا ولكن بالصدفة أنه مي زاد عملت نفس السؤال علاش الوثائقي هذا هولد أب عامل برشا حاجة عندها علاقة بالإنترنت عندها علاقة بحاجة كورونا معينة كورونا عندها علاقة بالكورونا كورونا أي؟ هذه نظرية المؤامرة اللي صار نظرية المؤامرة شنو هما مع نظرية المؤامرة ولا الوثائقي هذا خرج للعموم 9 نوفمبر نلقاوها في نسخة بالفلوس على الانترنت بداية من 11 نوفمبر البوند انونس نتاعو تشافت 400,000 مرة على اليوتيوب في وقت قصير كلمة هولد اب ولات أكثر ثالث كلمة في البحث على جوجل نهار الأربعاء صباح تفسخ الوثائقي هذا البلاتفورم الشهيرة فيميو في الوثائقي هذا يقولوا لي هما يحكيوا على القصة السرية للكوفيد 19 أما زاد ينتقدوا بقوة كيفية تسيير الحكومة الفرنسية للأزمة والحاجة هذه خلات وزير الصحة الفرنسي يخرج عن صمته ويقول في تويت ليه جو ني با في سو فيلم وإذا كان فما حاجة تميزوا ونظرية المؤامرة ذي نحب نقول أنه لو بلو كليرمون بوسيبل كو أنا معناها حاجة مؤسفة هذه الأزمة الصحية اللي احنا نتعداو بها هي مخترة وما لازمش تزيدوا حاجات اخرين تنجم تكون في وقت الالم حاجه ما نجموش بريمون نعيشوها بكل اريحيه يعني حاجه تؤلم هذه معناها ان ميت اون كوز الدوكيومونتير مي اون كوز مي اون كوز الكورونا والتعامل الدوله الفرنسيه تعامل الدوله الفرنسيه ينتقد بكيفيه تسيير الحكومه للازمه وسائل الاعلام العالميه خاصه الفرنسيه كذبت الادله واللي كانت في محتوى الوثائقي هذا اون توكا ديجا دو لو روتيغي هو من البلاتفورم فيها برشا اسئله اذا كان هو ما عنده حتى شيء هي ماهيش قناه اخباريه شنو هو؟ ال سي الجروب تي اف ان جروب تي اف ان اي لي بويك لا خاطر سو جونغ دانفستيغاسيون كي يعملوا حاجه معناها اي مي بون هنا كي تتنحي من بلاتفورم شو معناها اي فما اي فوالا ولي بلاتفورم شهيره بمية ورا سانسرا موجوده في كل بلاصه يلا ينس فما فوترا فيك IFM Info Trafic.
عسلامة ومرحبا بكم من جديد على EFM. في تونس الضغط مازال على جي بي 8 نيفو شرقية في اتجاه حي النزهة، كيف كيف على الاكس 2 فما اكتظاظ للي جايين من ميتويل فيل في اتجاه المنزه. الحركة مازالت معطلة في خارج تونس الجنوبية من لوتوروت 1 نيفو دي بوزفيل، مازال فما ضغط في دخلة العوينة في اتجاه سكرة. على جي بي 10 الحركة مازالت رزينة في سيدي دي ونيفو المركز التجاري ويرجع التعطيل نيفو سبيطار المونجي سليم. على الاغ 23 فما اكتظاظ نيفو الغولي في اتجاه قمرت. على جي بي 10 الحركة معطلة للي جايين من ارينا في اتجاه سكرة نيفو برج الوزير، فما اكتظاظ في شارع محمد صالح بالحاج نيفو حي التعمير في اتجاه رون بوان ليسكال ويرجع الاكتظاظ نيفو سبيطار محمود الماتري. على الاكس 20 مازال فما ضغط نيفو حدائق المنزه في اتجاه حي رافيها، كيف كيف على جي بي 5 فما تعطيل للي جاي من 20 مارس في اتجاه باردو. وعلى الاغ 33 الحركه رزينه من بير القصعه للمروس، سينو الحركه عاديه في بقيه الولايات. نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فيمن فوت خفيك، واللي عنده معلومات من الكياس ينجم يكلمنا على 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعة، سيسو روحكم في الكيس وطريق السلامة للناس الكل. EFM السبعة نتاع العشية نحكي سبور. اتهامات من عند شكون؟ من عند جمهور الفيسبوك. لا يعنيني، انا اترفع عن الاجابة على ما وراء الكلافي ويقولوا كلام ولا ما يقولوش. عندي 30 سنة في الاعلام. فور بلوس كل نهار اثنين ثلاثة خميس وجمعة. لا يشوش عندي حكاية حي دريبك والله بالحق هذا عم سليها بسسمو عم ستار عمامو يكون يحكي لنا شو حي دريبك فهمتي ولا تبربي وجوشي ما في وكذي. وانت علاش معمرك جيت لي تولو ما ادراك انت شو بدي تخصيب لوغانو ولا لوغونا تلاتوزيم ديفيزيون. اه تقول لي ليه هو في الاسبيرانس هي جاو قبله في الاسبيرانس ما حقوش القاب هيف. دونك معين الشعباني بور موا سي لونترينور ايديال بالنسبة للاسبيرانس في الوقت هذا. ويا رابطة وخيتي كما يقول عادل المزني فك علينا راه فضيحة وما يليقش بيك. راه ثلاثة أرباع من أعضاء الرابطة مش مقتنعين بالقرارات اللي ياخذوا فيها. أبون سبور بلوس مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني. إي إف إم أحلى راديو. أحلى ضحكة في القهوة المدخمة لريت واحد يدور أبار السيرفور أبار السيرفور في القهوة راه واحد يجيك للطاولة يقول لك عسلامة نحن أسوسياسيون نحميو الكلاب اللي في الشارع ما نجمش تتبرع بدو دينار. في قهوة شعبية لريت واحد يدور أبار السيرفور راه الشلواش نتاع القهوة هكا اللي يبيع في كل شيء في ساشي ولازم يقلعك باش يبيع لك. هكا جاو غزال واحد مرة في القهوة قالوا مان أي قداش تلبس؟ قالوا 45 ها فما دي في دي للبيع. راسين كاري جديدة على EFM من 5 ل 7 تاع العشية مع سامي بن نور. رجعنا في راسين كاري على خاطر يشجعوا على الاستثمار في الجهات الداخلية باش يخلقوا مواطن شغل وفرص عمل جديدة، وعلى خاطر يساهموا في تنمية البلاد وتحسين الاقتصاد الوطني مجمع ديليس يستثمر في مجال انتاج وتعليب المياه المعدنية ويقوم بتركيز مصنع بمعتمدية جلمة من ولاية دي بوزيد باستثمار قدره 45 مليون دينار. المولود الجديد هو ما ديليس منتوج 100% تونسي، المال عالي للامبلاج من جودة اللي خدمته وتفنت فيه الايادي التونسية، مذاقه فريد من نوعه ويجينا من أفضل المصادر الطبيعية في تونس. نجم القهوة في تونس الكل في شكل قوارير نص سيترا وزيدة يترا ونص. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة يفام غاسين كاري سيجي بنور. لا روبريك بتاع كل يوم اسمها تنجي اللعب إبراهيم الطيف. على الطاير اسمع ابراهيم كان من الاول ينسى الاسئله يعني باش يجيبهم يا دو تخوا موا دو سا اليوم ولا بال لاجوندا نتاعو شريت كراسه فوالا كل شيء حاضر بفضل المعلم خاطر تحسن ايه بفضل تحسن ابراهيم ايه اسمه درجيلا هذا اسمه الدوام ينقب الرخاء علم الاطفال هم يلعبون. اما شادلي قالها شادلي البارح اما شادلي عرفاوي فهمت شادلي شادلي قال شعر شادلي عرفاوي جاي برد اما شادلي مشكلته باقي علاش تبدا بيه يلا ابراهيم فيلم تصور في جربة والبطل نتاعو عمر الشريف في جربة اي جحا سي بيان عام 1950 جحا جاك بغاتي جحا برافو
في جربة تصور. أنا حبيت خاطر سهل هو الإجابة سهلة من المكان نتاع. لا مو سهلة يلزم حد من الميدان كما جميلة بشعر. مكان التصوير أنا باش نعرف. أي مكان التصوير هو اسمه جوحالو سامبل. عمر هو دونك عمر سليم في لجوي لغول دو جوحالو سامبل. فما مرة أنا شريت. حبيت على المنطقة أنه منطقة جربة شوف من الجنوب بصفة عامة. شوف كون بيردو اليوم في تصوير الأفلام. شنو هما الأفلام مثلا اللي تصوروا في الجنوب التونسي؟ في القروين فما. على أهمية الإضاءة في الجنوب. إنجلش باشن لا غير دي ستار وورز. ستار وورز انا شاركت فيه بالرسمه لو باسيون انجلي دور ليتوال بيان سور دور باسيون القروين زاد تصورت فيها برشا افلام في القروين شو اسمه لا غون في انجانا جونز انجانا جونز في الاسواق في الاسواق مش هاريسون فورد هذاك هاريسون فورد. مرة شريت دي في دي هكا معناها وقت ما عادش وين اما دي دي في دي هكا غير خاص طلع فيلم مزيان ياسر اللي عمله عمر الشريف مع ولاية صغير تتذكروا فيها عم راجوزة ابراهيم فوالا ليبيسيي هو دور ليبيسيي شفته إلي بيان مانيفيك اسمه ابراهيم الفيلم هو اسمه ابراهيم عمر الشريف اسمع جي رياليزي لي عمر الشريف قبل ما يتوفى بسنتين مثل في فيلم مغربي المخرجة مغربية ومثل بنته نادين لبكي عمري ما في بالي بها مثلت في المغرب نقول لك مراكشي ليلى مراكشي exactement donc حاجه ياسر تفرجت فيها récemment على نتفليكس justement عمر الشريف اللي تي معناه ان بو غارسون كيما يتقال يعني في عمر حتى كيتقدم به فكر في واحد صاحبي مره استدعوه في ايميسيون تيلي ويحكي هو على معناها غراميات ومع الممثلات ومع برشا نساء كانوا معناها يحبوه يكلمهم معناها تلمو يعجبهم فواحدة منهم يظن عش نسيت شكون قالت له انا ذكرت اللي انت استدعيتني مره العشاء وتعشينا انا وياك غزال لها كي قال ما تفكرش اي ما سامحني زين شو كيفاش نسيت يا بيغ كو سا ليه يا بيغ اي با كان ضيف عند داليدا هي المذيعة داليدا يا أخي يحكي معها وكل دونك قال لها أنا مرة ونا معناتها تبدلنا قبلة مع بعض قالت له ما نذكرش تحس هذيك النبذة اليوم كان نسيته كل شيء تصور معناتها نسيت اللي هي كان عندها عمر شريف علاقة غرامية مع عمر شريف لا جست قبلة أخي رديت علاقة غرامية يلا أنا مجرد قبلة بريئة أنس بريئة شكون السياسي اللي قال الفو ديغريسي لو ماموت السؤال هذا نتاعي شو خديته لا نتاعي انا كيفاش هذا كنت خديته من الاوراق نتاعنا اليغرو فوالا سي كلود اليغرو كلود اليغرو اللي هو كان وزير التعليم العالي في انا مانيش نعتبر السؤال هذا في وسط الوعد خاطر لازمك تلوش اسئله اخرى هذاك الاسئله كان موجودين في اوراق والتكنولوجيا من 97 2000 وكان عنده مواقف من النقابات في فرنسا اللي تي كونيو من هذا وتعارك معهم خاصه في عدد الغيابات للاساتذه واللي هو يقول ارقام اكثر وهم يعطيو ارقام متاحه كيف في عدد العطل فهمتني والمصاريف دونك كلود أليغر قال الفو ديغريسي لو ماموت مما اثار عليه سخط النقابه وفي الاخر حضر زوز معنا. اسئله لا يعني عندي تحب سؤال اخر عندي لا فرح اما لا سؤال ولا يبيع لا يبيع لا لا ما سرقتلوش لا لا اعطيته المي انا خذيته تولد 1863 ميكرو وتوفى ميكرو لو ممكن تولد 1863 وتوفى 1951 واسمه ويليام راندولف هيرست شكون هذا انتم نورمالمون تعرفوه ليامات هذيا ياسر ينجم يكون هو نعملوا له في اوماج من غير ما احنا نشعر ومش احنا نحكي في تونس و في تونس خاصه جو في كل دومين سونتي مانيش نقول سونتي لا 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 فن لا وحكينا عليه راهو قبل حكينا عليه سامي في ليميسيون هذيا حكينا عليه في الادب قربت هو مش ادب شعر لا حاجة ياسر تخصنا احنا راه الراديو الاعلام تيلي والا الاعلام المكتوب راديو مكتوبة بريس اكريت صحافة دونك اي هذا شنو علاقته بالصحافة وشكون هو؟ كانت عنده مطبعة هو اللي لا خدم في تونس لا هو مكتشف مخترع الجريدة
مش مخترع أسلوب، موش جريدة وما تسميش مكتشف، فما هو عمل أسلوب المقال ساتيغ لا، وماشي بارشة أسلوب، وخاصة في تونس الأيامات هذه بارشة بارشة لبيي لا لا كرونيك نو بلو الجهل لي ستاتيو لا الصحافة الصفراء. حكينا عليه وعلاش شكون يذكر علاش اسمها الصحافة الصفراء؟ على خاطر ما لقاوش أوراق كاملة أوراق صفراء اللون. وأنا جو تخوف بالحق ياسر داكتواليتي الحكاية، خاطر سي انكرويابل قداش اللي هي يقول لك لا بخي سونساسيونيل زادة، يحكي لك على الفضايح حتى هذي عندها مخترع زادة الفضايح والطلاق والكريم وفوالا. ثانكس فرح جميلة. أنا باش نسأل على البامبينوات، إسكو البيبي وقت اللي يتولد ما يراش وما يسمعش إسكو يضحك؟ يضحك يبكي في بيت يبكي بلاش دموع بعد الولادة نحكي معها جست بعد الولادة لا مش جست كل واحد وصله وكاوش شنو كل واحد وصله شنو فهمتش سؤالا؟ يعني هو عنده الهانديكاب هذا البيبي كي يتولد ما بعد فترة أيامات باش يسمع الصوت باش يرى أمه ولا أبوه يضحكوا قديش المدة؟ ليه معناها باش يضحك أوتوماتيك ما اسكو البيبي اللي يتولد ما يسمعش وما يراش اسكو يضحك ولا لا؟ ما يسمعش وما يراش يضحك يضحك ما يسمعش وما يراش اسكو يضحك ولا لا؟ يضحك 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 صحيح يضحك فما تفسير للحكايه هذه يضحك والله لي سي اما حكينا قبل اللي هما ما يبكي وما فماش دموع سؤالك انس ابراهيم عطى لا انس كيفاش قال ما سمعش خاطر الملاحظه نتاعها مهمه حكينا اللي بيبي يبكي بريش دموع على خاطر مازال ما تكونش الغدد نتاع الدموع. شكرا فرح. سؤالك تفضل. شكون اول ما مشى على سطح القمر؟ مش هذا السؤال شيء بس هاي بار هاي بار هم يعرفش أمسترونغ تقول أمسترونغ مش هذا السؤال مش هذا السؤال هي خد السؤال تعلمت من فرح فاستك مش هذا السؤال اخي نيل أرمسترونغ كي بعثوه مشى القمر مش خاطر عينيه في صفي صار هذا معناتها كيما نقولوا على على زرو زروقيت عينيه لا عنده رقم قياسي سواد عينيه يقول عنده ولا سواد عينيه ولا خضوريت عينيه تنمر اي مش تنمر فهمتني يا ولدي اسال السؤال كان عنده رقم قياسي فيش. قبل خليه هو يختاروه باش يكون اول انسان يمشي على رقم على سطح القمر ابني لابني لا ابني لا جودي شيك لا في علاقه راهو بالسفر اي في علاقه بالسفر يصبر على حاجه معينه لا عنده اكسيدون دوكسيجين هو فيه سبب ليميونيتي الماء ماشي على الماكلة الماء لا ها باش نقول لكم هو قام تسجيل رقم قياسي في السرعة الطيران في الدوشاس اوكي لافيون دوشاس بسرعة 6587 كيلومتر ماركات فهمتني عام 61 تصور قضية عام 61 بالطيارة من نوع اكس 15 دونك هو سيديتي انا فيون دو شاس وشارك حتى في الفيتنام و دونك عندي سؤال لكم أرمسترونغ اختاروه لسبب هذا فيسا عندي سؤال في ياسر مزيان العيش في العالم خطير مش كان بسبب الاشخاص اللي تؤذي اما بسبب الناس اللي تتفرج وتسمح للاخرين انهم ياذيو غيرهم من قائل هذه الحكمه هذا خلاص في كار ديما نعرف هذه يا ربي مش عالم رياضيات وفيزيائي هو هو اينشتاين هو اينشتاين اينشتاين يبدع حتى في مجالات اخرى شفت اما الترجمه تهربك شيء لو موند دونجورو ا فيفر نو با تون ا كوز دو سو كي فون لو مال مي ا كوز دو سو كي لو ريغارد اي لاس فير. شكرا لكم شكرا لكم مستمعينا ميرسي بوكو نتلاقاو ان شاء الله النهار الاثنين في حلقه جديده ميماتكم وجيلكم